يعني شفت منظر البنت كده؟ اه لا ده افظع بقى، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه هو كان بيضربني؟ يعني هو اصلا كان بيتهني بكلام كاذب، يقول لي مثلا انت كنت بتكلمي كذا، كنت بتعملي كذا، يعني يحط بجنب السكينه هنا، يقول لي كان يتصل على ناس جيران ويقول لي كلميهم قول لهم انا كنت بعمل كذا 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 في كذا، يعني كان بيخليني اقول كلام عن نفسي يعني. وحش. طب يعني معلش انت حتى انت ابوها لما هو بقى عمل معاها كده وصورها في الشكل ده، عاوز يطلعني وحشه. ايه عاوز يطلعني وحشه؟ عاوز يطلعني سمعه وحشه. هو اصلا كده كده لحد دلوقتي ما كانش عقد عليكي برسم؟ لا كان عقد. كان عقد، كان عقدته رسم وبس ما سجلش البنت لسه. لا مش راضي يسجلها. انت عن تسجلها أساس. مش راضي يسجلها ليه؟ يعني انا مش عارف يعني اخر حاجه سمعتها منه قال لي ما تكتبهاش باسم. السبب هو اللي يعلم بقى. في مركز الشرطه لما قبضوا عليه انكر ابوتها، وفي النيابه اعلن ابوه بنتي. وفي اصلا دي ان ايه يعني يفصل المساله كلها؟ انا مستعده، انا مستعده اعمل اي تحاليل. حتى والدتي يعني اهله دلوقتي في ناس كتير بتنمرني بسمعه سيئه وكده. طب حتى انا سمعتي سيئه اللي يعمل فيها كده؟ مع ان الكلام ده كله كذب. طب معلش انا برضو في نقطه عايزه افهمها. ليه هو يعني كان بيتعامل معاها ويقول لها انت سمعتك كذا، او يخليها تقول على نفسها كلام كده ويصورها كده؟ عشان ايه؟ الناس كلها بتشكر فيا، هو متضايق من كده، عاوز يطلع هو الصح. ما يشكر فيه، ما الناس بتشكر فيكي، ما انت امراه. عاوز يطلع هو الصح وانا الغلط. هل اهله كانوا بيقولوا له انت غلط وبيتخانقوا معاه عشانك؟ احيانا، وكان يشتم والفاظ وحشه. معلش انا بس، انت لما كنت بترجع مثلا تتكلم معايا او تتكلم مع اهله، كانوا كان ايه برد الفعل؟ كان هو تملي يعني هي تغضب، ما كنتش بروح عندهم بقى خلاص. يوم هو جاي لي انا اسف يا حاج وحقك عليا وما عادش اعمل كده تاني ومش عارف. واهله كانوا بيعملوا ايه؟ ما كانوش بيجوا، هو اللي كان بيجي لوحده. ما حاولتش مثلا بعد الواقعه بتاعت ان هو صورها كده ان انت يعني تعنفه وتوصل لاهله وتشوف مساله برضو مش سهله؟ مش هاخد حق ولا باطل، انا خدت الصور من على الواتس ومطلع المحامي. اه انت بقى دي كانت وقتها بقى دي كانت كانت غضبانه عنده، كنت رافع عليه طلاق. اه يعني هو بعت لك الصور بعد ما هي غضبت عندك؟ ايوه. هو كان مصورك من قبلها محتفظ بيهم؟ ايوه. علشان لو انت غضبتي هديتك بيهم، ده تقريبا اللي انا فاهماه ولا في هدف تاني؟ كنت ناوي يعني ما فيش حد بيتمنى الخراب. وكذا مره اقول لها رمضان خراب سهل. ما فيش اسهل منه، 5 دقايق بتهد بيت، ممكن 5 شهور تبني بيت. يعني وانا مش متمنى البنت انها تتطلق في السن ده او ان تطلع بعيله زي ديت، يعني مش متجوزه عشان اعمل فيها كده. صحيح. انت ابن الله ما خلفتوش، وعيش يا ابني وعيش بنتي، ولو في اي مشاكل ندوبها بينا وبين بعض ومش عارف ايه، وده عيله لسه يعني. شوف شوف اللي انت عايزه من اول تعمله لك. حاضر ماشي طيب. وابص الاقي يومين ومشكله، طب اعمل ايه طيب؟ هي المشكله الاكبر يعني معلش انا اللي انا مش عارفه استوعبها، هو دايما برضه في العرف او في الغريزه البني ادمين، غريزه الراجل اللي هو راجل ان هو يستر زوجته، بالزبط. ان هو يعني يداري عليها، ان هو مثلا لو زوجته معفوا يعني في حاجه باينه منها يداريها ويغطيها، مش ان هو يصورها عريانه. يعني بعد ما رفعت موديت